بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم البنات معايا في وصفات ولمسات أم بهاء. في بداية هذا الفيديو حبيت نوجه شكر لأم جاد اللي نبهتني في واحدة التفاصيل بالنسبة للفيديوهات. بعض الفيديوهات كانت فيهم الإنارة قليلة، اليوم حاولت باش نقرب لكم ويكون الفيديو واضح وتكون الصورة تاعو جيدة. ونبدأ في المكونات لحلوتنا تاع اليوم. حلوتنا تاع اليوم هي حلوة تقليدية، حلوة تاع زمان يعرفوها كاع الناس، يحبوها الذراري صغار وكبار. هذه الحلوة أنا سميتها حلوة جدي، على بالي بلي دوكا تضحكوا وتقولوا كيفاش هذه حلوة جدي. أنا وليدي كان صغير كان يجيب له الحلوة هذيك تاع اللي يبيعوها في الأسواق، هذيك تاع اللي اسمها حلوة السميد. أنا يا هذه الحلوة كان بابا ان شاء الله ربي يطول في عمره ربي يحفظه كان يخدمها لنا في الدار. لهذا انا عندي معها ذكريات كثيره وحكايات كثيره. ما علينا، انا وليدي كي كبر ولا يعرف ويعرف ياكل ويشوف هذوك شغل، هذه الحلوه اتيراتو في طول الكولير تاعها، يبا ولا يحبها. كنت مين نروح لدارنا بابا الله يطول في عمره الا كان عندنا في الدار يمدلو، ولا ما كاش يشري له من برا، يبا قعدت في راس وليدي. اليوم من صبحت ربي هو ماما ديري لي ديري لي ديري حلوه جدي، ديري لي حلوه جدي. حبيت نشارك معكم هذه الوصفه، ان شاء الله تنال الاعجاب تاعكم بالطريقه تاعي الخاصه. نجوزوا للمقادير. لهذه الحلوه نحتاج زوج كيسان سكر، كاس تاع الماء، عندنا المغرف تاع الخل، عندنا بيكربونات، عندنا سميد يكون رطب، وعندنا هذو اللي راكم تشوفوا فيهم، هذو اللمسات تاعي انا الاختياريه. انا ما ننصحكمش باش ديروا الكولورون في بلاصه الكولورون، انا بدلته وندير في بلاستون، ندير في بلاستون الفلون. نديروا الكو تاع اولادك واش يحبوا. اذا حبيتي تخرج لك الحلوه لا كولير تاعها غوز ديري لهم الفلون تاع الفراز، اذا حبيتيها تخرج لك صفراء ديري لهم الفلون تاع البنان. ها هي وينا ثاني تاع الشيكولا، وهذه الرشه تاع البيكربونات. دوك تشوفوا معايا كي نولوا ندوزوا في المقادير كيفاش راح نديرها. تبعوا معايا الفيديو الاخير ما تروحوش، دوك ندوزوا المقادير. هنا في كسرونه راني خلطت زوج كيسان تاع السكر ونص الكاس تاع الماء وباطا فلون فلون ذوق الفراوله، وخليهم على النار حتى يولوا يغلوا. بعد ما غلى الخليط تاعنا انا دوكا نرمي عليه الدقيق غير بالعقل، وهو هكا يغليها ودار فقاعات كبيره. نبدا نفرغ عليه الدقيق غير بشويه. عينك ميزانك هي الدقيق، ما تكون جاريه ما تكون يابسه. وهذا دقيق رطب، اللي ما تحبش دير دقيق رطب تخاف ما تحبهاش تجيها متكوكه، تقدر دير دقيق موايا. انا نحن هنايا ندير غير بشويه ونخلط ونشوف حتى تلم معايا العجينه تاعي. نبدا نخلط بشويه. نخلط لي هاو الشكل تاع الحلوه تاعي بعد ما وجدت لي ها هي العجينه، ما هي ناشفه، ما هي جاريه. دوكا نعمرها في ليمون تاع السيليكون ونوريها لكم. هاي الحلوه تاعنا بعد ما فرغتها ودرتها في ليمون تاع السيليكون وغطيتها بالصاشي هكا، وتبداي تعبزي عليها باش تدي لا فورم تاع المول. انا درتها في المول تاع القلب، وانتيا كيما المول اللي عندك ديري فيه. دوكا ها راهي سخونه، نخلوها تبرد. نخلوها من الاحسن تبات ليله حتى الغدوه من ذاك باش دي موليها وتاكليها. انا رجعت لكم البنات بعد ما كنت درت معكم الحلوه في المول تاع السيليكون وخليناهم يباتوا. هاني نحيتها وزينتها بحبيبات حلوه بلي كولور. راكم عارفين بلي الدراري اطيروهم لي كولور تاع الحلوه. واش نقول لك هنا حبيبتي، نصحك نصيحه، اذا انتيا تعرفي الدقيق تاعك، اذا كان الدقيق تاعك من النوع اللي يشرب بالخف ما تكثريش باسكو تجيك يابسه. واذا كنتي حابه ديريها بالدقيق تاع اللي يكون ماشي رطب بزاف يكون موايا، هذيك حاجه راجعه عليك. المهم انا عطيتك الطريقه وانتيا كيما تحبي ديريها. انا وصلت لك الفكره، ويبقى لك الاختيار
كيفاش تخيري الدقيق تاعك وتعرفيه اسكو يشرب ولا ما يشربش، باسكو الصح كاع هنايا الخطوات الاولى اللي درناها كامل سهله. الصح كي تجي ديري الدقيق وكيفاش ديريه، ما تخليش جاري جاري وما تخليش يابس. المهم تكون عندك عجينه متماسكه، تقدري ما ديريهاش في ليمون تاع السيليكون كيما درتها انايا هنايا، تقدري ديريها في بلا، تفرشيها ديري لها نيلو وتفرشيها وتغطيها وتخليها تيبس. غدوه من داك تقطعيها كاريات ولا كيما تحبي، مي انا هكا سهلت عليا باش غير تقلعيها تخبيها في لي بواط ولا المهم ديريها في كاش عفسه هكا باش تقعد لك طريه وتعطي لهم بالحبه هكا تجيك سهله خمله. ظلي تقطعي وما كاش وين ديريها، وما هكا كل حبه وحدها دسيها كي يبغوا ولادك ياكلوا تعطي لهم بالحبه. وان شاء الله بالصحه والهنا، وتصوموا رمضان بالصحه والهنا. الى اللقاء ان شاء الله.